التقرير مع حضرتكم حول الاحتفالية وهذا المؤتمر الجماهيري الذي نظمته نقابة المهن الزراعية بمحافظة البحر الأحمر. نظمت مؤتمرا جماهيريا تأييدا للسيد الرئيس. التفاصيل مع الزميل عبد المنصف العماري. انطلقت فعاليات مؤتمر تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمدينة الغردقة الذي تنظمه نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر بحضور الآلاف من المواطنين وعدد من القيادات الشعبية والسياسية. وتجمع المئات من المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة في أول مؤتمر يقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور النقيب العام للزراعيين بجمهورية مصر العربية المهندس الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. احنا النهاردة بنقول للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، احنا خلف حضرتك، احنا معاك ان شاء الله، باذن الله ربنا هيوفقك وهيوفق مصر عشان نستكمل كل الانجازات اللي بدأت خلال السنوات الماضية، باذن الله هنستكملها مع حضرتك بما يعود بالنفع على كل اهالينا المواطنين في كل بقاع مصر. وانا هنا من الصعيد بقول المرشح الرئاسي احنا بنشكر فخامتك على ما قدمته للصعيد من مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، من شبكة الطرق، من توفير فرص عمل لأهالينا في الصعيد اللي عانوا سنوات طويلة. وبجد احنا بنشكر المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله تستكمل المرحلة الثانية من حياة كريمة بحيث تغطي كل محافظات الصعيد وكل مصر. احنا النهارده بصراحة يعني مؤتمر كبير لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاحنا كلنا معاه، واحنا كحزب مستقبل الوطن كل الفئات وكل الهيئات وكل كل النقابات موجودة معانا في المكون السياسي وبتأيد سيادة الرئيس، وبنبذل كل طاقتنا لحشد جميع الفئات للخروج للتصويت للانتخابات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. بنقول احنا معاك وبنقول احنا وياك بلغه قداسه البابا تواضروس، وبنقول لك متشكرين دلوقتي ان انت اللي تبقى معانا. احنا بنطلب من ربنا وبنطلب منك، بنطلب من فخامتك ان انت تكون معانا مع الرحله الطويله اللي انت ماشيها معانا وشايل احمالنا وهمومنا وطلباتنا واحتياجاتنا، وبتكمل كل شيء صغير وكبير، وبتهتم بكل حاجة قليلة قبل الكبير. فعشان كده بنقول لك شكرا ليك، أول حاجة ليك شكر كبير في قلوبنا وقلوب كل المصريين. المؤتمر النهاردة كان في حضور كثيف من جمهور البحر الأحمر مؤيدين، وما كانش مؤتمر قاصر على الزراعيين فقط، لا الزراعيين وغير الزراعيين بالبحر الأحمر. المؤتمر كان الهدف منه أن الناس تنزل وتشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة. كلنا بندعم فخامة الرئيس. سلطنا الضوء النهاردة على كل الإنجازات أو جزء بسيط من الإنجازات اللي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. النقابة النهاردة كان لها دور كبير في أن هي تبرز دور الرئيس في الإنجازات وتسلط الضوء على الإنجازات. اتكلمنا على الإنجازات في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الزراعة، في مجال الأمن، في القضية الفلسطينية. النهاردة كان معانا ممثل من الأزهر، ممثل من الأوقاف، ممثل من الكنيسة. وحدة وطنية غير عادية، بيعمر، بيجري، بيتحرك بسرعة البرق، يعني في عز كل ظروف البلاد كلها فيها مشاكل، إحنا مصر أمان وخيرها على كل العالم. فإحنا فخورين برئيسنا ومعاك يا ريس، ومكملين معاك يا ريس، وإنجازاتك كتيرة في كل الأجواء، الصحة، البيئة، الزراعة، المباني. أب بيراعي ولاده من كل ناحية، مش مجرد رئيس وخلاص وكرسي، لا ده رئيس بمعنى الكلمة، رئيس بدرجة إنسان، رئيس بيراعي شعبه، بيراعي ولاده، بيراعي كل مجالات اللي يخص البيئة، يعني صحة وسكان وسكن، معيشة، حياة كريمة، كل حاجة مراعيها. احنا مفيش رئيس على مستوى العالم بيهتم بكل التفاصيل دي.